بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أيها المرحب بالحضور، ثم نحيي جميع الحجاج والحاجات الذي وفقهم الله تبارك وتعالى لأداء هذه الفريضة مع جمعية أمال، وهذا فضل من الله، ليس القضية قضية مال أو جاه، وإنما التوفيق من الله. من وفقه الله وفقه لزيارة بيتي، لأن الله تبارك وتعالى خلق المخلوقات ثم فضل بعضها عن بعض، فضل محمد بن عبد الله على جميع البشرية، وفضل يوم عرفة على جميع أيام السنة، يوم الحج الأكبر، ثم فضل أرض الحرم على جميع بقاع الأرض، وجعل أفئدة الناس تأوي إليها من كل فج من كل صوب وحوض، وجعل الحج موسم الطلاق والتراحم بين الأجناس، ثم دعا عباده للاستباق الخيرات والمسابقة إلى القربات، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. De mener cet acte si noble, c'est grâce à cette action, l'accomplissement de votre Hajj, que nous voilà ici réunis ce soir en toute fraternité. Al-Hajj, comme précisé dans le Coran, a lieu une fois l'an. Il s'agit d'un voyage non seulement sur les traces du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais aussi et surtout sur les traces de Ibrahim alayhi salam. Le plus beau des voyages, le voyage spirituel à la Mecque, est le moment où origine et devenir, individu et communauté, raison et foi affirment leur lien. Le voyage vers Dieu, le pèlerinage, se veut dévoilement. Moment religieux qui permet de découvrir la maison de Dieu, Al-Kaaba, premier temple bâti pour adorer Dieu unique. إذا نوفيم أتغير لتراس دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يعني الأبريف لتي مواياش قال لي تلغى غادي نسمع يعني هذا الكلام اللي كانت في الحقيقة نعمة ورحلة موفقة بإذن الله. أبغي نزلنا فالآن هذه الآن كانت يعني لفيزيت في المدينة المنورة. طبعا في لفيزيت احنا نفيزيت يعني لبلاستوريك، ولكن منطقة كان عملوا شوية سياحة إذا انتهم يشوفوا التمار ويشريوا التمار، لذلك تلاحظوا كان هنا عملية النخيل كل هذه الأمور. هذا الآن النزول إلى مكة المكرمة، إذا لما نزلوا مكة فالمهم يعني الإنسان يعمل العمرة ثم يعمل الحج، ولكن دائما الأوبجيكتيف أن المجموعة تكون تتعلم. بعد هذا الآن كلها الآن احنا لازلنا في مكة المكرمة قاعدة لفوتو. هذه محاضرات في الفندق، يعني في الفندق في الأيام اللي نقوم في الفندق يأتون مشايخ ويعملوا يعني مثلا دروس، أو إحنا بنفسنا نعمل يعني هذه الدروس مع الحجاج حتى يكون يعني مثلا التعب. طبعا هذه حركة معروفة لأنه يعني الحج كله حركة، سلمرته لازم الإنسان يتحرك ليل ونهار للصلاة للعمرة للطواف لكل شيء إن شاء الله يعني الحمد لله. راسي في عرفة، بعد في عرفة سي ان جورني اكسبسيونيل
سي لو جيب ديال الحاج سي لو جور ديال الحاج كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه. هذا الان يعني في عرفه لما قضينا نهار كامل وبعد منه ننزل الى مزدلفه كما غادي يجي يعني في الصور منا. اذا مزدلفه سبريمو يعني مثلا احسن لحظه في الحج هي ليله مزدلفه. سي ننوي دو مزدلفه يا باب خيمه يا باب بياس يا باب الفراش سي دير خطبوا على طير الى السير. Et nous passons toute la nuit ensemble. C'est masha'Allah, c'est magnifique. C'est le moment où chaque fois qu'il vient, qu'il arrive, il y a le valeur de lui par rapport aux autres, le valeur de les autres par rapport à lui. Allahu Akbar, wa lillahi l'hamd. Alors, dans le féminin, dans le féminin, le khayma, l'acte, le shorb, le dhahab, l'iyab, l'armée, le jamarat. Aïdan, c'est le moment de la riyada, mais c'est le moment de la dhikr Allah. C'est le moment de la yom al-urda. Comme on a dit, سي أن الإنسان كي يعرض نفسه بأنه جندي في دين الله عز وجل وكي يقدم نفسه لله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك برحمتك أن ترحمنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وتتجاوز عنا وتنصرنا بنصرك فأنت الرحمن الرحيم وتكن معنا بفضلك وكرمك فأنت ذو الفضل العظيم ولا تتركنا لأنفسنا فنحن إليك لاجئين وأنت ربنا ولا نفرق سواك.